يا ولد العبيطة شفتي عملية يا ساتر يا ساتر انت تدخل سويقة في حريم العفو جنابك حاجة مهمة الواد بالسيونيسات عيبلغ جنابك انه خلاص كله تمام التمام عمل التوصيلات وجهز الجلال البسي ومن بعد بكرة من نجمة قناة الكبير هتبقى على كل تلفزيون في المزاريطة عفارم عليك يا بسيوني هذا فزاع أمر جنابك عاوزك أول ما الليل يليل ما احنا بالليل أول ما الناس تنام ارتحتك ده تنزل تبذر البلد كلها بوسترات وفلايرز يلي فلايرز داي فلايرز يا برشور أنا عاوز أول ما الناس تصحى الصبح تلقى إعلانات قناة الكبير مغرقة كل مكان أمر جنابك هيحصل يا كبير فزاع ايه طير انت ايه كل البوسترات دي وايه المكتوب ده تشوفها تزبطك تقلبها نعبطك العجل فطمه ايه ده كمان كاتب فوق كي 1 كي 1 كي 1 يعني ايه قناه الكبير 1 كي فور كبير يا yeah. يا ابن اللعيبة لا 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 اوعى تقول لي ان ده اعلان قناة ده اخره اعلان دروس تقوية رضا زينهم ملك الكيمياء لا 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 وبعدين الباك جراوند وحش جدا والستايل زبالة وايه الكلام المكتوب ده انت عارف اكتر حاجة مضايقاني ايه؟ ايه؟ مش انه بينافسني انه قلود ملوش ستايل قالوا وانا بي زيه زي هدرس زي بقية البلد كلها ما هو يا جماعة مش معنى ان انا ستايلي جامد جدا وشكلي روش الناس كلها تقلدني طب ما انت هو صاحبي بقالك كتير وليك ستايل تاني لا بس مفيش حد قلدني ايوه عشان انت ستايلك مش جامد قوي زي يعني جامد بس مش جامد قوي اوكي على فكرة السلوجن ده ينفع راب جامد جدي بص تشوفها تزبطك اها تقلبها نزبطك هاجي تشوفها تزبطك كمان تشوفها تعبطك اها تشوفها تزبطك